سد مهدي المزواري، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سي منير. سي مهدي، انت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي. هذا الحزب هذا مقبل على المؤتمر 11 في غضون ايام قليله، كيف ممكن تكلمنا على اخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر؟ هو احنا في حدود اليوم تتفصلنا ايام على المؤتمر. احنا عمليا في حدود التفاصيل التقنيه الصغيره الاخيره. تتعرفوا بانه جميع المساطير والمسلكيات التحضيريه والتنظيميه لعقد المؤتمر، من المناقشه المقررات، من المصادقه عليها، من عمليه انتخاب المؤتمرين، هذا الشيء كله تم في حدود 16 يناير. فضينا هذه العمليه كامله الى حدود اليوم. عمليا عندنا قاعده البيانات ديال المؤتمر كامله، الاستمارات، المناضلين، المؤتمرين، بناء على محاضر الانتخاب. بدينا في اصدار الشارات ديال الانتخاب تقريبا 80% لحد الان، باقي لنا 4 ايام على المؤتمر. عمليا الجهات، باسكو هذه المره غنديروا مؤتمر ابريد على 12 جهه في المغرب، كل الوسائل اللوجيستيك موضوعه اليوم في الجهات في المراكز. يعني نقدر نقول لك بلا ما ندخلوا في المتاهات، وصلنا الى حدود 98% من التنظيم، لا التنظيمي ولا ديال المقررات ولا اللوجيستيكي. يعني احنا مستعدين الى دار المؤتمر غدا، ماشي على 4 ايام، نبداو المؤتمر ديالنا في جو. نعم، يعني بالموازات مع التنظيم اللوجستيكي والمعدات. بطبيعه الحال كتطرح المشكل ديال الورقه السياسيه والمرقم الذهبي والنقاش السياسي ككل على خلفيه هذا المؤتمر. شنو الاضافه اللي ممكن يضيف لنا هذا المؤتمر 11؟ هو صحيح في الحقيقه، واخا بعض الاخوان ما عطاوش اهتمام كبير لهذه الوثيقه. بالعكس، الحزب لما عمل مشروع الوثيقه السياسيه هي ورقه اللي تتحدد واحد العدد من القضايا. اولا احنا حزب اليوم في المعارضه، احنا حزب اللي عنده مواقف واحد العدد من القضايا، احنا حزب اللي غدا غادي تطرح عليه عدد من القضايا على الاقل في الولايه المقبله لهاد القياده اللي غتجي من بعد المؤتمر. الوثيقه السياسيه تتكلم على واحد العدد كبير من القضايا، بما فيها النموذج التنموي، بما فيها المجال السياسي، بما فيها مواقف الحزب في المعارضه، كيفاش خصها تكون مواقفنا وخطابنا غدا السياسي مع المغاربه في المؤسسات، كيفاش خصنا نرجعوا نوليو اكثر حزب للمجتمع. يعني حزب الا بغينا نصوروا حزب بزاج، اولا من الداخل كله باين، ولكن بابه مفتوح دائما. اللي كيامن بالفكر الديمقراطي الاشتراكي تلقى بيته هو الاتحاد، سواء بغى يعمل السياسه او بغى يعمل العمل المدني او حتى العمل الرياضي. حنا خصنا نوليو حزب اللي تيعبر على جميع فئات المجتمع، ماشي غير الفئات العمريه والفئات السوسيولوجية، بل جميع الفئات المجتمع. حنا كنطمحوا باش يولي الاتحاد الاشتراكي هو حزب مرجعيه، ولا يولي الحزب المفضل لدى المغاربه. وهذا عمل كبير تنأسلوا اليوم بهذا المؤتمر بالوثيقه السياسيه والوثيقه التنظيميه اللي غدا تنسميوا النموذج التنظيمي الجديد. كيفاش تجاوز ذاك التنظيم اللي كانوا في واحد الوقت عنده الاهميه ديالو. حنا درنا التصور التنظيمي في 75 في المؤتمر الاستثنائي، بعد 45 او 46 سنه بان بانه هذا النموذج وصل، ما بقاش كيعطي الاثار، ما بقاش كيعطي، وصل المدى ديالو. اذا حزب القرن الحالي وحزب ديال هاد المغاربه اللي كاينين اليوم، ديال هاد الشباب، ديال هاد النساء، ديال هاد المجتمع كامل، خصو يولي تنظيم حزبي منفتح عليهم كاملين. فوالا، هذا هو الرهانات الكبرى اللي عندنا حنا، لا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه التنظيميه. نعم، ايضا بالموازات وعلى خلفيه المؤتمر اثير نقاش حول الكتاب المرشحين للكتابه الاولى. الان عندنا واحد 6 ديال المرشحين، باقي الاستاذ الجقر ما وضعش الترشيح ديالو. كيفاش كيبان لك هذا التنافس لحد الان على الكتابه الاولى للحزب؟ هو موضوع الترشيحات حقيقه، نعم، ومن حق الاخوان، وكاين فيهم كاع اللي وضع ارضيه وضع تصور، شيء جيد، لان هذا بالمنطق الديمقراطي، وحنا حزب اللي فيه هادشي. حنا اول حزب اللي جربنا المنافسه، واول حزب اللي دار انتخاب الكاتب الاول بالاقتراع المباشر. يعني حنا ما عندنا، حنا هادشي ما تيخوفناش نهائيا، لان حنا عندنا تجربه وعندنا تراكم في هادشي. هادشي غيحسم فيه المؤتمر، اذا غتحسم فيه جوج المحطات مؤكد. المحطه ديال التاهيل ديال هاد المرشحين، لانه حنا في اي مؤتمر ولو يكون عندنا مرشح واحد للكتابه الاولى ولا بد كيدوز بالتاهيل، وضعيته النظاميه واحد العدد من القضايا، وهذيك اللجنه ديال التاهيل كدير التقرير ديالها، كتعرضوا للمؤتمر، ثم نضع الاسماء المؤهله للمنافسه. وضع الاخ الكاتب الاول الترشيح ديالو هو لحد الان مازال ما توضعش، رغم ان الجميع تكلموا عن
العدد الكبير من المسؤولين الاتحاديين الناس اللي داخل البنية من البرلمانيين من أعضاء المكتب السياسي، يعني واحد القرار يشبه الإجماع على أنه بتحليل، ماشي فقط لأنه بتحليل، أن المرحلة المقبلة خصها أولا الاستقرار، وحزبنا عانى من الاستقرار في واحد العدد من المحطات، وحنا أول حزب مكوي بهذا القضية الاستقرار، خايفين أننا نمشيو إلى وضعية اللي ديال الاستقرار. وحزبنا اليوم حزب اللي ما محتاجش مازال يداب زماليه، محتاجين كذلك أن هادشي اللي بنيناه في هذه المرحلة السابقة خصنا الترشيد ديالو، لا كابيتاليزاسيون، خصنا نرصدوه، خصنا نجمعوه ونبنيو عليه ونطوروه. هادو على الأقل جوج ديال الشروط تيخليونا كنقولوا للأخ دريز يعاود يقدم الترشيح ديالو، كيخلينا وأنا معاهم وأنا مع هاد الأصوات، باش زعما ما نتخبى مورا حتى شي شجرة. لذلك القانون تيسمح له يوضع ترشيحه في المؤتمر قبل المؤتمر، هذه مسألة غيحسم في المؤتمر لما غيصادق على التعديلات. أنا ذاك الأخ دريس غنشوفه واش غادي نعم واش قرر يوضع الترشيح ديالو ولا لا. نعم أستاذ دريس، يعني هذه جوج ولايات نحن مقبلين على الولاية الثالثة، شنو اللي ممكن أنه يضيف في الولاية الثالثة؟ تكلمت على جانب الاستقرار، واش ما كانش استقرار قبل؟ لا، اليوم اليوم احنا في واحد الوضعية ديال 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 وضعية ديال التصاعدية، أولا تصاعدية من ناحية التنظيمات الحزبية، من ناحية الدينامية الداخلية اللي تخلقات خصوصا في الولاية الأخيرة. احنا في التاسع كنا في الاستقرار، تتعقلوا على الأشياء اللي كانت من بعد المؤتمر التاسع، يعني ولاية عمليا دازت في الصراع. احنا أمنا المنطقة ديال الصراع، خرجنا منه في العاشر وبدينا تنبنيو، بدينا تنبنيو، جات كوفيد داتنا عامين ونص من هذا البناء، يعني غير هاد العامين ونص الا عطاونا غير نأجلوها، هذا راه خصنا نمددوا لجميع الاجهزه ماشي غير الكاتب الاول. يعني تنعتبروا ان هاد العامين ونص ديال الكوفيد هي وقت ضائع من الحياه الحزبيه، وضائع على الجميع ماشي على الاتحاد الاشتراكي، ويمكن كاع الاحزاب اللي مورانا غيجيو يديروا المؤتمرات يمكن عندهم هذا الاعتبار، وهو اعتبار موضوعي كاين. هادشي اللي خلى المناضلين والمجلس الوطني يقرر انه يمدد أو يلصق الولايات، لأن احنا عندنا ثلاثة الولايات، ما باش الناس يفهموا مزيان الناس كيسمعونا. احنا في القانون عندنا ثلاثة الولايات الأجهزة التنفيذية، غير كنا كنقولوا ولايتين ويمكن تجي ولاية أخرى عادي يمكن يعاود يستمر. اليوم الضرورة تجعل بأنه هذا الانتقال وهذا الاستقرار تيفرض أنه يكون تلاحم وأيضا تلاحم حتى بين الولايات، بين المكتب السياسي وبين وبين بين 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 كاتب الفرع وبين بين الكاتب الإقليمي وبين الكاتب الجهوي ورئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي. يعني ما نصوروش للناس بأن الاتحاديين أو شي حد جا بغى يزيد لدريس الجقر الولاية الثالثة لله في سبيل الله، ما هذا هو البعض تيحاول يصوروا الناس، لا العكس. يعني هو ولكن الملاحظ استاذ مهدي هو انه عقب ولو من بعد كل مؤتمر كيوقع هذا الصراع، وتكلمت عليه، واش هذا قدر مقدر ديال الحزب؟ ما عمر شي مؤتمر للحزب في الحقيقه، هذا حزب عنده 63 عام نعم وهذا المؤتمر 11، ما عمر شي مؤتمر للحزب. هذا اولا يمكن نشوفوا الجانب الايجابي لهذا الموضوع، هذا حزب اللي فيه طبقات المجتمع اللي اسسوا في 59 تتعرفهم، الجناح النقابي والمقاومون والطلبة والشباب، وهذا حزب اشتراكي والنقاش فيه نقاش يمكن ياخذ محل القداسة، لأن القيمة الكبرى هي قيمة الديمقراطية. داكشي علاش حزب دائما وحزب كبير، زعما داكشي علاش دائما في كل محطات هي كيكون النقاش اللي كيوقع انشقاق، ما عمر شي محطة مشينا لها وحنا ما عدا هذه المحطة اللي تنقول بون فيها نقاش، وهذا ماشي عيب، ولكن الجزء المحسوم في النقاش هو اكثر من الجزء اللي غير محسوم، اللي فيه خلاف. بون ما غنهضرش بمنطق الاقليه والاغلبيه، لان هذا ماشي منطق حقيقه تصور هذا الشيء اللي وقع في الحزب، ولكن هناك بعض الملاحظات، بعض منها خدا جانب ديال المقاضات ديال الحزب. ودابا السي منير نعطيك مثال، واحد الاخت مرشحه وضعت الترشيح ديالها ووضعات الأرضية ديالها وهي تعلم أن المؤتمر يوم 28، يعني ما عندنا مشكل، تتجي من بعد جوج الأسابيع ولا ثلاثة كتقدم دعوة لتأجيل المؤتمر. زعما اش من منطق هذا يمكن؟ مع الأسف بون السياسة تتبغي شوية النضج، وكتطرح أيضا حتى واش كانت من داخل النسق التنظيمي ولا خارج. لا شوف كاينين كاين حالات
اللي مشاو من الحزب هذه 5 سنين و6 سنين باش تدي الحزب ما نقولوش واخا الفكره الاتحاديه هي فكره هي قناعه هي اعتقاد، ولكن ملي كنبغي نمارسها داخل المؤسسه كيوليو ضوابط مزيان. راه يمكن لقاو 3 مليون الناس كيامنوا بالفكره ديال الاتحاد وبالاشتراكيه وامنوا بالاتحاد ومازال كيامنوا به، ويمكن هما اليوم قاسيين عليه لان تيبغيو هذا الحزب وتيعتبروا منهم. هذا في الجانب الايمان والعقيده السياسيه ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن ملي كنبغي نمارس داخل المؤسسه راه خصني نمتثل القوانين والقواعد. اولها هو العضويه، ما يمكنش انت ما عندكش بطاقه العضويه، ما تهضرش على المرشحين، تنهضر بصفه عامه، ما عندكش بطاقه العضويه وتطلب الحقوق ديالك من هذا الحزب وواجباتك تجاه هذا الحزب فين هما؟ راه القانون راه حقوق وواجبات، وكيف ما انت غدا مامن بانه المغرب خصو يكون دوله الحق والقانون، خصك تامن قبل منا بان الحزب خصو يكون حزب الحق والقانون. اذا عندي واجبات خصني نأديها وعندي حقوق خصني ناخذها بالقانون بالاشياء اللي كتنظم العمل المؤسسه، لان حزب هذا ماشي سكت، نحن ما نفرشينش حصيره وجالسين في الزنقه وكنديروا السياسه. هذا حزب كينظموا القانون وكتنظموا اعراف وكتنظموا مسلكيات معروفه. سمع ملي كنت كنفضل هذا النقاش الصاخب والنقاش كما قلت اللي هو بناء، ولكن بالمقابل هذا المشهد الحزبي والملاحظه انه متاكل، يعني ما عندوش شي اسس اللي نباني عليها في او تلف في ظل هذا الوضع هذا. كيف ممكن انه الحزب ينعقد والمؤتمر ديالو في ظل هذا الوضع هذا؟ لا شوف، اولا الجميع ملزم يعقد المؤتمر ديالو بموجب القانون بعدا باش زعما نفضيو، لانه هذا المجال هو منظم بقانون تنظيمي ديال الاحزاب السياسيه. ملي كتفوت الولايه ديالك بنهار كتبلوكا في واحد العدد ديال الحويجات بما فيه الدعم ديال الدوله. نعم. هذه غير جزء من 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 القضيه. اليوم النقاش عندك الحق منير، ولكن النقاش اليوم اللي خصو يقودوه خصو يقودوه الاحزاب السياسيه. تتعرف بان النموذج تقرير النموذج التنموي الجديد جاب واحد الجمله، هي جمله كتبان خفيفه لان جمله او جمله ونص، ولكن المعنى ديالها ثقيل وعميق جدا. تطلبوا من الدوله ترفع يدها على الاحزاب السياسيه. هذا التقرير النموذج التنموي اللي داروا صاحب الجلاله، دار اللجنه وشكلها وعرضوا عليه الخلاصات وداك الشيء. مدلول هذه الجمله هو مدلول اساسي جدا، لانه تعتبر انه لنجاح التنميه في المغرب ما يمكنناش ننجحوا في التنميه بلا ما ننجحوا في بناء مجال سياسي ونخبه سياسيه قويه ومستقله وقادره. هذا الشيء متحقق في واحد العدد من البنيات، ولكن ماشي في المجال السياسي كامل. حنا ما تنعتبروش راسنا معنيين بهذا الموضوع بالاساس، ولكن تنعتبروا انه هذا المطلب اللي دار في التقرير هو مطلب اساسي باش يمكن لنا نقولوا في المغرب انه التطور التنموي والاقتصادي ما يمكنش يمشي بلا ما يكون مع التطور الديمقراطي، والا غنعاودوا نرجعوا للحكايه القديمه ديال 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 الصراع الاولويات. لان المشكل شنو وقع بين الحركه الوطنيه والمرحوم الحسن الثاني؟ ان الناس دبزوا على الاولويات، داكشي علاش كانوا تناول الرصاص اللي 45 عام او اكثر. الحسن الثاني كان كيعتبر ان الاولويه والخبز التنميه والحركه الوطنيه والتنميه والخبز نوكلوا المغاربه، والحركه الوطنيه كتعتبر الاولويه الديمقراطيه. فوقع الصراع. من بعد شنو وقع؟ ملي سالينا هذا الصراع كله ما لقينا راسنا بالديمقراطيه، ما لقينا راسنا بالخبز. اليوم المغرب حقيقة يعني نوفق في ترتيب الأولويات. كاين المدخل الديمقراطي دستور 2011 النموذج التنموي، ولكن في الممارسة حقيقة تيخصنا نعتبروا أنه كاين جوج ديال 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 السرعات خاصهم يجيبوا المغرب. سرعة التنمية ولكن معها سرعة الديمقراطية وبناء حقل سياسي وبناء كذا. ومن هنا المطلب ديال أنه الحكومة تخص الناس على الأقل يحترموا في الدستور زعما بالروح ديال الدستور، لانه اليوم تنتكلموا على حكومه سياسيه كتكلم على الدستور. الحكومه اللي كاينه راك شفتي كيف شكلت، يعني ما يمكنش غدا المغرب في القرارات الاستراتيجيه الكبرى اللي مطالبين النخبه السياسيه تاديها نطلب انها تكون عندنا حكومه سياسيه او على الاقل باغلبيه مسيسه، والناس في زعما ولاد الاحزاب لي زيليت ديال الاحزاب اللي خصهم يجيو غدا يقودوا
يقودوا هذا الشيء. وحنا نعم كان عندنا تجربه جيده في حكومه التناوب. نعم انا اللي قصدت لك استاذ مزوار هو انه النقاش الان ما لقي هذا النقاش اللي كنتكلموا عليه ما لقيش اثر ديالو وصدى ديالو في المجتمع. لاحظت بانه في البرلمان لا احد يستمع له ولا لا احد يتابعه. 100 يوم من الحكومه حتى واحد ما دافيا. هذا الحزب الاحزاب كلها يعني شنو الاضافه اللي ممكن نضيفوا؟ هذه ازمه بنيويه. نعم. وركبه ما ساهل زمان. وهذه ماشي من انا ماشي من نوع الناس اللي كان صافي فضينا المشكل وكذا، لان هادشي ما خصوش يتعالج بالقرارات السريعه او بالقرارات الانطباعيه. هذه ازمه مركبه ومتفق معك، وهذه واحد التراكم ديال واحد 30 عام كنحاولوا نقولوا راه حنا في الانتقال نصلحوا شويه، ولكن النكوص ديك الساعه كنرجعوا ليه. وهذا تحتاج قرار وطني ونقاش وطني ديال الجميع ديال الجميع، لان غدا هاد الهوه اللي كاينه بين المجتمع والسياسه ما تيحلوهاش القرارات، تتحل القناعه ديال الاطراف كامله بما فيها المجتمع. ثاني باش ما نقولوش بان راه المشكل في النخبه السياسيه، اسيدي واجي نتخيل انا وياك واحد السيناريو هاد النخبه السياسيه نرميوها كامله ونجيبوا فيها اللي بغاو في بلاصتهم، واش هادشي غيحل المشكل الديمقراطيه؟ ما غيحلش، لانه يجب حل المشكل بالنقاش الوطني بالاهميه ديال الدور ديال الاحزاب السياسيه والمجتمع. والمجتمع اللي رافض هادشي راه يمكن له يخلق بنيات ديالو، يمكن له يخلق بنيات ديالو. اذا حتى بالحضور ديال الاحزاب من بنات حزب التحرير داخل المجتمع طبعا. وحنا كنعملوا هذا المجهود، منظمه الموازيه، لا حنا كنعملوا هذا المجهود اي، ولكن بوحدنا ما يمكنناش نغيروا هادشي كامل، لانه الفكره التي تسود وحتى الدوله في واحد الوقت لعبات الدور باش انت تعرف هادشي في التاريخ. لا من شكون اللي انجكت الحركه الاسلاميه في السياسه ومنهم الحزب اليوم اللي كان في الحكومه لولايتين، شكون اللي انجكتاو في الحياه السياسيه وعلاش انجكتاو؟ علاش صنعنا احزاب ضد احزاب اخرى؟ يعني هذه مسؤوليه الجميع، احنا ما كنفيوش مسؤوليتنا، ولكن احنا مسؤوليتنا كاحزاب بون باش ما نتكلمش بسميه الاحزاب، على الاقل الاتحاد. بالعكس التاريخ كينصفنا، ولكن هذا واحد الخلل واحد الانهيار اللي ساهم فيه الجميع. ولكن الطرف الاخر بنسب اكبر، لذلك هذا الشيء خصو يتعالج في واحد الوقت زعما مقدر، ماشي يمكن ولايه او هذا. وهذا الشيء فيه التربيه على الديمقراطيه وفيه التربيه على المواطنه وفيه بانه راه ما يمكنش البلاد يسيروها مديرين الشركات او المهندسين فقط. البلاد خصها يسيروها اولا الناس اللي متشبعين بالفكره ديال المستقبل ديال البلاد بالقيم، لانه سياسه بدون قيم تنامنوا بها لا في السياسه في الممارسه ولا في الحكم ما يمكنش تسير شي حاجه يلما. وما يمكنش انا غدا تجي تتحكمني خمس سنين في واحد القطاع مثلا، ومني كتسالي الانتخابات كتجمع ساكك وتجمع شكارتك وتصاور ديالك من فوق البيرو وتتمشي والله يعاونك، وهادشي وقع من الاستقلال الى اليوم. اذا هادشي هذا نقاش مهم، ولكن خصنا نبداو فيه وخصنا نلقاو له المخارج ديالو.